السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي سنتحدث فيها عن موضوع الخرسانة المسلحة، ولماذا نضع التسليح في الخرسانة ولا نضع الخرسانة وحدها. لذا أتمنى أن تبقوا معي إلى نهاية هذه الحلقة، وأن تشتركوا في القناة إذا كانت هذه المرة الأولى التي تشاهدون فيها فيديوهات القناة. طبعا عملت لكم هذا المثال البسيط هنا لكي تفهموا ولكي أشرح بواسطته. طبعا لمن يسألون عن البرنامج، هو برنامج سكتشوب 2021، وهو برنامج معروف وغني عن التعريف. إذن سندخل في الموضوع الخاص بنا، وهو الخرسانة، لماذا نضعها ولا نضع حديد التسليح. طبعا في معظم العناصر الإنشائية نقوم بوضع الخرسانة المسلحة ولا نضع الخرسانة وحدها، بما فيها الروافد، الأعمدة، الأساسات، البلاطات وغيرها. نحن سنتحدث عن الروافد في هذه الحلقة، وإذا أعجبكم الموضوع راح نتحدث عن العناصر الأخرى. طبعا الروافد في الحالة الثابتة أو الكاستاتيك تخضع إلى قوى الانحناء أو الفليكسيون كما تشاهدون هنا، وبالتالي ستصبح الرافدة يعني مقسومة إلى قسمين، عندنا لابارتي كومبريمي ولابارتي طوندو، أو الجزء العلوي هنا يكون مضغوط أو كومبريمي هنا. إذا وضعنا قوى هنا، نفترض أن هنا لدينا قوى موزعة بانتظام، راح تكون لدينا هنا بارتي كومبريمي وهنا بارتي طوندو، أو هنا جهة مضغوطة وهنا جهة يعني طوندو أو مشدودة، يعني تصبح هذه الجهة في الأسفل تصبح مشدودة. وهذا هو التفسير لما يحدث في الرافدة في الحالة الثابتة. أما بالنسبة للهدف من وضع يعني حديد التسليح، فقد قام بعض الباحثون بعمل اختبار على رافدة بدون تسليح، رافدة هكذا مثلا بدون التسليح، ووضعوا قوة كما قلت لكم هنا، قوة موزعة بانتظام قيمتها 6000 نيوتن، أي حوالي 6 قناطير أو 600 كيلوغرام. النتيجة هي الرافدة رغم أن القوة صغيرة كيف انهارت، ستشاهدون الصورة هنا بعد قليل، يعني انقسمت هنا المشكل كان في المنطقة السفلية. لذلك اقترح الباحثون أن يقوموا بوضع يعني أسياخ أو حديد تسليح بشكل طولي في هذه المنطقة، يعني وتجربتها على يعني رافدة أخرى، ليست هذه الرافدة، يقومون بإنشاء رافدة أخرى يقومون فيها بوضع الأسياخ هنا. فمثلا يضعون 4 أسياخ قطر 20 ملم، وقاموا بتسليط قوى أكبر من هذه القوة ب12 مرة، يعني 70000 نيوتن، أي ما يعادل 7000 كيلوغرام. وكانت النتيجة هذه النتيجة التي كانت كما تشاهدون هنا، استطاعت الرافدة أن تقاوم هذه القوى، لكن كما تشاهدون هنالك تشققات مائلة هنا ناتجة عن قوى القطع أو ليزيفور ترونشون يعني هنا. وبالتالي اقترحوا أن يتم وضع كارنات أو تسليح عرضي أو ليكادر، يعني ليكادر أو يعني الكارنات مع ليزيبانج كما تحدثنا عنه في حلقات سابقة. بعد ما وضعوا ليكادر والأسياخ العرضية، قاموا بتجربة التجربة على رافدة أخرى، يعني قاموا بإنشاء رافدة أخرى ووضع الأسياخ العرضية هنا، وطريقة حسابها يعني لا ندخل في التفاصيل اليوم. بعد ما انتظروا
قاموا بإعادة التجربة وتسليط قوة قدرها يعني 110,000 نيوتن، أي ما يعادل 11,000 كيلوغرام كما تشاهدون. بعد قليل، لحظة فقط، قاموا بوضع الأسياخ كما تشاهدون هنا، وزادوا القوة إلى غاية أن وصلوا إلى 110,000 نيوتن، أي ما يعادل 11,000 كيلوغرام. والنتيجة كانت كما تشاهدون الآن أمامكم. إن استطاعت الرافدة أن تقاوم قوة أكبر بكثير من الرافدة الثانية والرافدة الأولى، لذلك من أجل ضمان استقرار الرافدة قاموا بوضع تسليح في المكان الذي لا يوجد فيه التسليح، يعني في المكان العلوي، وهذا من أجل ضمان استقرار الرافدة. من هنا يمكننا أن نستنتج أن الأسياخ الطولية التي نضعها في الطول هنا، يعني في الجهة العلوية والسفلية أو الجهة السفلية بشكل خاص، نقوم بوضعها من أجل تحمل قوى الشد أو قوى الشد ناتجة عن الانحناء، يعني الفليكسيور كما تحدثنا في بداية الحلقة. والأسياخ العرضية أو الكانات أو الكادرة نقوم بوضعها من أجل تحمل قوى القص أو لزيفور تونشو، وتكون يعني هذه كما قلنا عبارة عن ديكادر أو ديزي بانجل. هذا كل ما في الأمر يعني، وهذه مجرد فكرة لكي تفهموا الهدف. بعبارة أخرى، الخرسانة معروفة، يعني نقوم بوضعها بما أنها تقاوم قوى الضغط، وقد تصل إلى يعني في الحالة العادية يمكن أن تصل إلى 30 ميجا باسكال، وحديد ولا تقاوم الشد، يعني قوى الشد معروفة أن الخرسانة لا تقاومها، وحديد التسليح يقاوم الشد ولا يقاوم الضغط، لذلك نقوم بوضع يعني اندماج ونضع خليط متجانس لكي تصبح لنا أو يصبح لنا جسم يعني ريجيد أو يقاوم جيدا قوى الشد والضغط. إلى هنا أحبائي أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم نوعا ما. إذا استفدتم لا تنسوا دعمي باللايك وأن تشتركوا في القناة لتصلكم الحلقات القادمة. نلتقي في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.